دي بوابة تانية موجودة جنب الباب الرئيسي، يعني ده الباب الرئيسي اللي احنا شفناه من شوية. دي البوابة أخرى موجودة هنا اهوت، وكان في مجموعة أبواب كتيرة جدا للجامع الأزهر. زي ما قلنا الجامع الأزهر اتبنى في عصور مختلفة واتضاف له في أوقات مختلفة حاجات كتير قوي. لو هنبص على التفاصيل الموجودة هنا هنلاقي في جزء معماري اللي هي بتاع الأعمدة دوت، وجنبه مجموعة من الزخارف اللي أقدر أستفيد منها في التصميمات بتاعتي. يعني تخيلوا احنا ممكن نطلع مجموعة ونسميها الأزهر، تبقى دي اتصممت واتصنعت في مصر. بصوا الجمال بتاع التفاصيل بتاعتها. الشبابيك اللي موجودة عندي هنا اهوت، كل شباك ليه يعني أيقونة في حد ذاته. جزئية هنا فيها طبعا عندنا كان في حاجة اسمها الزخارف الهندسية، أو ميكس ما بين الزخارف الهندسية والزخارف النباتية. فبجد حاجة في قمة الجمال جدا. مصر جميلة. المساجد الجميلة جدا في شارع المعز، مسجد الأقمر، وهو من المساجد المميزة قوي. ويمكن هنشوف هنا اهوت مجموعة من التفاصيل موجودة، بالذات في الصورة الكبيرة موجودة في النص هنا اهوت. التفاصيل الزخرفية اللي موجودة فيها التوريقات الإسلامي والكتابة بالخط الكوفي، مميزة جدا، مكتوب عليها هنا اهوت المنتصف مجموعة كتابات. لما نبص على الجزء هنا اهوت المقرنصات بتاعته. الفكرة بتاعت التصميم نفسه اتاخد كمان، يقال ان هي جزء منها او متاخدة في المتحف القبطي، ان هو لما جه الفنانسي بيكا عمل المتحف القبطي خد البوابة الرائعة الجميلة دي المميزة. بس يمكن هو طبعا الجزء، اعتقد ان الجزء الخشبي ده هو الجديد. ده جامع الاقمر اهوت. مصر جميلة ورائعة وفيها حاجات حلوة كتير لازم نتفرج عليها. لازلنا في شارع المعز، وقدامنا الوقت سبيل موجود فيه جزئية حلوة قوي. بصوا الكتابة اللي موجودة هنا اهوت، يعني كتابة موجودة ومكتوبة بشكل رائع جدا ومنحوتة كمان بشكل حلو قوي، ان هذا لهو الفوز العظيم. بصوا التفاصيل، كل ده معمول بالرخام، دي من الحاجات الصعبة جدا اللي تتنحت بالرخام. الجزئية اللي فيها برضو موجود فيها مجموعة من الكتابات بالخط الفارسي، بجد جميلة جدا. لو بصينا على المكان ككل، شارع المعز بجد كنز اقدر اطلع منه العديد والعديد والعديد من التصميمات. بصوا الكتابات الموجودة هنا اهوت، حاجة في قمة الجمال. مصر جميلة وبجد لازم تشوفها بعين تانية مختلفة خالص. احنا هنا في شارع المعز قدام مسجد سليمان اغا سلحدار. في حاجة جميلة قوي موجودة طبعا في المسجد، الجزء الموجود فيه الزخارف اللي موجودة فوق، لو بصينا عليها دي زخارف خشبية. بصوا قد ايه جميلة، واقدر اطلع منها تفاصيل كتيرة جدا. طبعا المأذنة بتاعته مميزة جدا، شوف المأذنة بتاعته قلمية. كل الأجزاء اللي موجودة فيه، دوت السبيل الملحق بيه، كل الأجزاء اللي موجودة فيه ممكن تبقى مصادر للتصميم، حاجة مصرية من الأصيلة عندنا. بصوا الكتابات اللي موجودة هنا يا شباب، أقدر آخد من التفاصيل ديت كتير جدا وأعمل كوليكشن، ويبقى الكوليكشن دوت اسمه سلحدار، وأبدأ آخد كل. طبعا قيمة الجمال في التصميم هنا إنه مميز جدا. مصر جميلة.